وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي فاروق الراوي. مرحبا بك سيد فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدية. حياكم الله. في الوقت الذي تقترح فيه النقابة البحرية الدولية إدراج مضيق هرمز على قائمة المناطق الخطرة، أمريكا تعرض حماية مضيقي هرمز والمندب من تجاوزات إيران. كيف تفسر ذلك؟ هل أمريكا فعلا جادة في كونها تحارب وتتصدى لإيران لأنها تعترض السفن وتفعل هذه المفاعيل في الخليج العربي؟ الحقيقة لم نجد أي جدية لحد الآن. هناك تهديدات، تراجع، ثم يعقبها تهديد، بعدها تراجع، بعدها طرح مشاريع لربما أن تكون لإيجاد حلول وتفاهمات سياسية، ولا زالت إيران هي المتشيدة في المنطقة. وللأسف أنه إيران تمادت في تجاوزاتها سواء في الدول المحيطة إلها أو في منطقة مضيق هرمز. طيب الآن ما هو المدى التي وصلت إليه هذه الانتهاكات التي تقوم بها إيران في المنطقة، والتي يعتقد أنها تعدت مرحلة عض الأصابع إلى السعي فعليا إلى إضرام النار في المنطقة؟ هل أنت مع هذا الرأي؟ أنا مع عندما تتجاوز على أكثر من سفينة وتتمادى في ضرب، في قبل أكثر من أسبوعين ضرب السفينتين، والآن احتجز السفينة وهي لا زالت تمارس القرصنة البحرية وتمارس نوع من الاستفزازات في المنطقة. إضافة إلى ذلك أنه العقوبات المفروضة عليها لا زالت هي تخرقها، وبدليل أنه لا زالت من خلال وجودها في العراق ومن خلال وجودها في سوريا ومن خلال حجز الباخرة اللي وصلت إلى مضيق جبل طارق واللي هي تجاوزت العقوبات الأمريكية. نعم، بعد الأنباء الأخيرة التي تحدثت عن إقرار مجلس النواب الأمريكي لعقوبات على الميليشيات الموالية لإيران في العراق، هل يعتقد أن مواجهة أو حربا تمهيدية بدأت على إيران من خلال تقليم أظافرها في العراق وغيرها من المناطق؟ لحد الآن لم نجد جدية في الأمور لحد الآن. نعم قرارات تصدر، ولكن على أرض الواقع لا زالت الميليشيات هي المتنفذة، ولا زالت الميليشيات تقريركم السابق أو الملف السابق تحدث عن النازحين، لا زالت مدن كبيرة في العراق ممنوع سكانها يرجعوا بسبب تجاوزات الميليشيات وبسبب تجاوز وضغط الميليشيات. جرف الصخر لحد الآن، ديالة، معظم مدن ديالة سكانها لم يعود إليها، الموصل، في كثير من قرى ومدن صلاح الدين. هذه التجاوزات لا تحصل لولا التمادي الإيراني في العراق، وغض النظر عن تجاوزاتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن تستخدم إيران الميليشيات في العراق لتكون رأس حربة لها في مواجهة أمريكا أو إحدى أدواتها؟ أنا أعتقد لو هناك جدية، هناك تحالف دولي لمواجهة إيران بشكل جدي ومواجهة قرصنة إيران، من السهولة جدا تقليم أظافر أو الأذرع الموجودة سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان. كلنا شاهدنا عام 2014 كيف انسحبت هذه الميليشيات وكيف تراجعت قوة ما يسمى بالجيش بكامل أمام مجموعة من الأفراد لا يتجاوز عددها 1000 أو 1500 شخص. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت جادة فعلا لا ضربت بعنف وبقوة وبجدية أذرع إيران في العراق. ما الذي يؤخرها عن توجيه هذه الضربة التي تتحدث عنها؟ أنا أعتقد أنه السياسة الأمريكية هي احتواء المنطقة وترك إيران، طالما إيران تنفذ كثير من المخططات اللي هي
ضمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خلال الضغط على دول الخليج أو من خلال بيع صفقات الأسلحة. كلنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس سنوات الماضية وقعت عقود بمئات المليارات مع المملكة العربية السعودية ومع قطر ومع الكويت ومع الكثير من الدول المنطقة. أشكرك جزيلا سيد فاروق الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، كنت معنا من أثينا.